أخبار اليوم. والله الشبكة اللي ورانا دي شبكة موجودة وسط الكتلة السكنية في بلد متحبش الإبلية، وبتطل على بلدين كمان اللي هم نفيا وكفر أبو داود. احنا عرفنا بالصدفة البحتة طبعا ان الشبكات دي ليها تأثير سلبي على الصحة وعلى السكان وعلى الزراعة، فاتوجهنا فورا يعني وخدنا السلك القانوني. بدأنا نعمل محاضر، نحرر محاضر في نيابة مركز طنطا. المحاضر دي في مفادها يعني ان احنا يا جماعة الشبكة دي موجودة وسط الكتلة السكنية، وفي ابحاث اتعملت قرينا طبعا والناس قرت وجابت ابحاث ان الشبكات دي بتسبب اضرار معينة بشكل معين للناس وللبيئة وللزرع وكل شيء حواليه. فاحنا دلوقتي في نطاق بقالنا دلوقتي من شهر 6/2014 المحاضر دي اتحررت والشكاوى دي توجهت لوزارة البيئة ورئاسة مجلس الوزراء عن طريق الويب سايت على الانترنت. دي الاهالي كلهم في شكاوى ومستندات موجودة. اهالي قرية متحبش الإبلية، اهالي منطقة البرقية في قرية متحبش الإبلية، المنطقة السكنية اللي احنا بصددها دلوقتي. والله الشكاوى لغايه دلوقتي احنا جالنا رد من وزاره الصحه والسكان ان بدات فتح تحقيق في الموضوع بخصوص الشكوى دي، زائد ان احنا دلوقتي طبعا دي محاضر اثبات حاله اتعملت بشكل معين. ان الناس بتقول والله احنا عندنا حالات مرضيه وفي امراض سرطانات اتوجدت في المنطقه بشكل يعني ايه ما كانش معول عليه، يعني ظهر فجاه. بدانا احنا نبحث في الموضوع، الناس جابت ناس دكاتره وناس علماء برضو موجودين من القريه قالوا والله الشبكات دي يا جماعه بتسبب اضرار. بناء عليه احنا توجهنا عشان نعرف ان كانت الشبكه دي فعلا بتسبب الاضرار دي واللي بينتج عنها الامراض ولا ايه. المحاضر دي موجوده لغايه الان، المحاضر دي موجوده في نيابه مركز طنطا، اتحولت لمباحث المركز اللي طبعا رجع الرد بتاعها ان هي مش مختصه بنظر الموضوع وان الموضوع في جهه الاتصالات، مباحث الاتصالات. والمحاضر دي موجوده في مباحث الاتصالات دلوقتي لغايه اللحظه اللي بنتكلم فيها دي، ومفيش حد رد عليه. وبعدين توجهنا بشكاوي تانية، يعني احنا ما وقفناش عند كده، توجهنا بعد كده بشكاوي تاني وفاكسات بعد فاكسات تاني للوزارات والجهات المعنيه، وزاره البيئه ورئيس الجهاز القومي للاتصالات السلكيه واللاسلكيه. بل بالعكس كان في اتصال بيننا وبين كمان مسؤولين في شركه فودافون، يا جماعه الموضوع ده فيه قلق طبعا لان الشبكه هنا يعني مسببه ضرر للناس يعني من الامراض والحاجات اللي بنسمع عنها دي. طب تعالوا شوفوا الاحتياطات بتاعتكم اللي انتوا عاملينها ايه. طب اي جهه بحثيه، اي جهه محايده، وطبعا معانا بقى ناس من اهل المنطقه كمان تتكلم في الموضوع يعني افضل كمان. انا السيد سعيد ابو ليلى من سكان المنطقه ومن احد المتضررين من الشبكه دي. كنا في الاول ما كناش واخدين بالنا الشبكه ليها سبب تاثير على المرض ده، يعني كان ابني مثلا عنده ضمور في المخ، كان هو صغير كان مولود طبيعي جدا لحد 3 سنين، بدات الاحظ اضرار عليه بتحصل، بدات امشي في سكه العلاج والكلام ده، فلقيت عنده ضمور والمرض عمال يتفاقم. كنت بحسب المشكله ده عندي لوحدي وبس، فلما جينا بنبحث طب المشكله عندي بعالج وبعمل والمشكله بتزيد سوء، وبالصدفة البحث لقيت عندي برضك عدد لا يستهان به في الحتة، عنده الأمراض، عنده في كان 5 حالات تانيين ضمور برضك في الأطفال، زائد حالات سرطانات موجودة، يعني في الحتة بتاعتنا يجي أكتر من 20 حالة في المنطقة يعني. وفي أطفال، في طفلة ماتت هنا، وفي طفلين، طفلة هنا ماتت بالضمور وطفلة تاني مات بسرطان المخ. وحتى في مستشفى 50/50 قالوا له إن من ضمن الأسباب لحالة ابنه إن في أكيد في شبكة عنده في المنطقة. اكيد دكتور اكيد له هناك، اكيد له الموضوع ده، قال له حاول. حتى اتكلمنا مع صاحب العقار لكن هو ما بيسمعش، قال لي في شبكه، هو ما بيسمعش، هو بيقول لك ما فيش اثبات علمي، بحث علمي قاطع يقول لي ده بتضر. فانا هستنى بحث علمي قاطع يعود لي كمان 10 سنين من الزمن عشان العلماء تثبت فعلا انه سبب ضرر يكون الحته كلها ماتت. في كمان عندنا هنا ناس ما بتخلفش، يعني اللي سمعنا ان هو بيقول لك كمان في ناس ما بتخلفش. طب من ايه؟ قال لك ممكن تكون من الشبكه. فاحنا دلوقتي يعني هي ضرانا، وبعدين المنطقه ما شاء الله لسه يعني بتستكمل المباني. فما ينفعش ان احنا مثلا تبقى هي جنبنا كده بالطريقه ديت، واحنا اشتكينا كتير، وانت عارفه بقى حضرتك كله بقى بيداري، واحنا مش عايزين دي، احنا عايزين ربنا يسهل لنا حتى لو ربنا كرمنا، عشان مش عشان احنا رايحين، انما الجيل اللي جاي. الاطفال اللي جايه.
اكيد طبعا الاطفال يعني احنا بندور على الاطفال اللي جايه. احنا ما بنطلبش اكتر من ان الشبكه ديت اللي حضراتكم شايفينها ورا دلوقتي ديت تتنقل بس من المكان ده اللي هي الكتله السكنيه، لانها موجوده في منتصف الكتله السكنيه، تتنقل بس بعيد عن في الاراضي الزراعيه، ومش طالبين من حضراتكم اكتر من كده. احنا دلوقتي كل العلاج والجري كده عشان نحد الالم اللي عنده، الحركه الاراضيه والتشنجات دي، احنا شغالين على كده بس دلوقتي. ضمور في المخ وبيتزايد بقى، يعني الضمور دلوقتي زاد، كان الاول طفل طبيعي خالص عادي، كل مدى بقى بدا يفقد التزانه، يقل شويه الكلام، بدا ما كان بيتكلم بدا الكلام يروح منه، لحد ما عادش بيتكلم خالص، كان بيتكلم ما عادش بقى في كلام ده ولا بابا، يعني الكلام ده اخر كلام قاله كان من حوالي 4 سنين، اخر حاجه كلمه بابا قالها ده اخر حاجه، ما عادش كلام بعد كده. المشي ضمور في المخ، بس السبب ايه بقى؟ يعني ده ما فيش حد يقدر يجزم بالسبب، مساله وراثه، مساله ضرر الشبكه، ما حدش يقدر يجزم بسبب في الموضوع ده، شيء طبعا صعب ان حد يجزم فيه، بس احنا من الحالات الكتيره اللي في الحته انا بقول مش شبكه، يعني مش معقول كل الحالات ديت كعدد يجي اكتر من سنه نفس الحالات في يعني كان في عندنا في الحته، في حاله هنا في الحته ضمور هنا نفس حاله محمد، بس ايه يعني ايه ما فادتش كل اللي فاد محمد يعني الى حد ما، بس لا تدرك اي شيء. في حاله هنا برضك توفت، حاله ثالثه، وفي حاله ثانيه برضك جنبنا هنا، يعني 4 5 حالات غير حالات السرطان، غير حالات عقم، الناس كتير متجوزين وما خلفوش، وما فيش سبب ان هم ما يخلفوش، في سبب يعني يقول لك ان هم ما يخلفوش، فكل ده متكامل في حته. ابن لحد دلوقتي ما اتكلمش، انا خايف على ابن الصغير ده، كان ده برضه بيمشي، كان ده بيمشي زي ده، كان زي ده كان بيتكلم، ده كان بيمشي زي ده، دلوقتي ما عادش بيتكلم، لسه ما اتكلمش، يعني ده كان بيمشي زي ده، ما بيتكلمش اهو، كلميه كده ما بيعرفش يتكلم. هو اسمه ايه؟ اسمه السعيد. اسمه السعيد. وبرضه ما بيتكلمش. في حضرتك سنه قد ايه؟ كان ده حضرتك اكبر منه كمان وبيمشي وبيلعب، جات له بقى الحاله دي. يعني انا ابن سعيد الصغير ده، انا دلوقتي لسه حضرتك ما اتكلمش، فانا عنده مصاب بالقلق لا يكون مصيره شكل اخوه، فكشفت عليك عند قطاع اطفال، قالك ما تقلقش مع سن، فكشفت عند دكتوره العصبيه بتاعت محمد، قالت لا انت عندك في حاله مرضيه لازم تطمن، فكتب لي رنين مغناطيسي وتحليل غده وتحليل اختبار ذكاء وحاجات، عشان طبعا انا بكره يعني اشوف الصدفه، انا بكره اروح اعمل الحاجات دي عشان اشوف يا ربنا ان شاء الله يطمنه ويبقى ما فيش في حاجه، بس لازم اتحرك، ان الكلام متاخر ليه؟ وما بيتحكمش في البول بتاعه ليه لحد دلوقتي؟ عنده 3 سنين، داخل في 3 سنين، دور المستقبل. الواحد صعبانه لا عشان دول بس، مش عشان حاجه، احنا ما احنا رايحين، انما دول مستقبلهم جاي. انا يعني بتكلم، يعني مش قادر اتكلم عشان الاطفال دي، ابني ما بيخلفش، ناس كتير ما بتخلفش.